أنا اسمي نصيبة عمر هوشر من منطقة برقاي العكار، عمري 25 سنة، الجنسية لبنانية. الكل بيسألني شو معنات اسمك. أنا اسمي بيفسر صاحب الحسب والنسب والأصل الشريف. أنا بشتغل بالمونه العكارية اللي معروفة بأي ضيعة. أنا وعيت على أمي على أكل الصحة والبلدة والترويقة البلدية. كنت مرة عم بفتح بالسوشيال ميديا لقيت جمعية إبداع ونجاح بالتعاون مع جمعية أنيرة المدعومة من اليونيسيف، عارضة إنه بدها بنات إذا حدا بيحب يدخل بدورة خياطة. حبيت فوت أنا بدورة خياطة لأنه ما كنت أعرف أبدا خيط ولا شيء أبدا. أطوره بالنسبة تصير مكمل لمشروعي بالمونه. صرت أعمل كل أشياء مثل ديزاين، مثلا كان للمونة عروس أو كانت لحدا لرفيقتي أو مثلا أي شيء أعمل ديزاينات. من وراء دورة أنيرة كثير فتحت لي سوق، كثير بيصير سوقي لبرات ضيعتي وسوقي للأكثر، لأنه صرت أعمل ديزاينات من حسب الديزاينات من وراء القماش والخياطة طور شغلي وكبر. لما كبر هذا السوق في منه البعض يحكيني بلغة الإنجليش، وأنا ما كنت أعرف هذا الإنجليش أبداً وتواصل مع الناس. حبيت فوت دورة إنجليش بجمعية أنيرة المدعومة من اليونيسيف، فتت فيها وساعدتني كثير، والبعض منهم صار يتواصل برات لبنان، صرت أقدر أوصل لهم بيكون عندهم حدا بلبنان ووصلهم منتجاتهم من وراء لغة الإنجليش. نصيحة لكل الشباب إنه ما يستسلموا بهذا الوضع الاقتصادي، شو ما بيصير تسجيلات دورات يفوتوا فيها وما يستسلموا ولا يضيعوا الفرصة من حياتهم.